لماذا إذا امتنعت المرأة عن زوجها في الفراش تلعنها الملائكة ولا تلعن الرجل إذا امتنع؟ هذا سؤال من الأسئلة الواردة إلينا. وهل من حق الرجل أن يخرج من المنزل دون أن يخبر زوجته إلى أين ومع من سيخرج؟ أيضا هذا سؤال، تساؤلات كثيرة وأكثر، لكنها في غالبها أستشعر في هذه الحلقة يغلب عليها تساؤلات من طرف سيدات الفضليات التي صوبت هذه الأسئلة للقاء فتاوى. أيها السادة، بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم، نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحبوا معي في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة المهمة ضمن حلقات فتاوى بفضيلة الشيخ الجليل عادل جوشة. ازيك مولانا، منور الدنيا. مرحبا، كل عام وحضرتك بخير. حسن الله عليكم، ربنا يبارك من فضيلتك. تقبل الله منك. الله يحفظك فضيلة الشيخ. هناك كثير من التساؤلات الواردة إلينا لبرنامج فتاوى، وأول سؤال، وده بيأكد برضو أنه معظم الأسئلة في مصدرها متقارب أو يعني تستشعر أنها جاءت من مشرب واحد، يعني حتى وإن اختلف الأشخاص أو الشخصيات التي طرحت الأسئلة لكن هناك اشتراك عقلي كبير. تسأل وتقول: ما ثواب الزوجة الصابرة على زوجها؟ نعم، بسم الله والحمد لله. ولا أعلم برضو يعني هي تقصد الصبر على إيه بالضبط يعني. نعم صحيح. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن الصبر عموما له أجر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعنى بغير حساب أي لا يستطيع العاد أن يعده، يعني حاجة أجر كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فالأصل أن الإنسان يتحلى بالصبر عموما على كل الأشياء التي يعني يظن أنها تضره أو خلاف هواه، مع احتساب الأجر. متى يؤجر الإنسان على الصبر؟ إذا احتسب الأجر على الله. نعم. سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان يصبر تجلدا ولا يحتسب الأجر، لكن الصبر مع احتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى أولا له ميزة: الأجر الكامل. الأمر الثاني ستعان على الصبر. نعم، يعان الإنسان، يعان باحتساب للأجر على الله سبحانه وتعالى. ماذا عن الصبر المقرون بالمعايرة، صح التعبير؟ يعني تقول أنا صبر عليك آخر بختي، مضطر أصبر عليك وهكذا. هذا يتنافى مع الاحتساب. يتنافى مع الاحتساب. حتى لو في داخلها محتسبة لكنها يعني عايزة تشعره بشيء من المسؤولية. الإشعار بشيء من المسؤولية هنا يختلف على حسب المشاكل، لكن احنا ما بنقولش ما تكونش دي سجية ولا طابة. يعني الأصل أن أنا بحتسب الأجر على الله فلا أخبر بذلك ولا أعير به. لكن إذا كان يعني هناك مشاكل كبيرة اجتماعية مثلا في الأسرة وهي تريد أن تخبره عن أن هي خلاص فاض بيها ومحتاجة أن هي تصل أو توصل له فكرة أن هي ما عادتش يعني متحملة أو ما شابه، فتقولها في بعض المواطن مع تجديد النية ما فيش مشكلة. لأن أحيانا إذا كان الزوج ودايما يعني دكتور محمد في العلاقة بين الزوجين دايما الإنسان البعيد عن ربنا هو اللي بيؤذي الطرف الآخر. يعني المسألة مش مسألة رجل ومرأة قد ما هي قدر الإنسان بعيد عن ربنا والقريب من ربنا. الله يفتح عليك. فاللي بعيد عن ربنا بيتعب الطرف الآخر أي ما كان. أحدهم قال لي مرة: زوجتي تضربني باستمرار، شرعا أصبر عليها وأحتسب ولا طلقها ورايح دماغي؟ تضربه باستمرار. هي اللي تضربه. هي اللي تضربه. ده شيء صعب جدا طبعا ويتنافى مع القوامة. يعني الأصل الرجل المفروض يكون قائم بمسألة الإيه؟ القوام. نعم. فهنا يجب أن يقف وقفة. وقفة رجل. وإذا كان مش قادر. ما هو أنا مش قادر بعيب فيه في شخصيتي، لأن القوامة إذا كان هو لا يستطيع القوامة كيف سيقود هذا البيت؟ ففي هذه الحالة عليه أن يقف وقفة لإصلاحها، وإلا فلا يضيع نفسه. ليه بقى؟ لأنه سيسأل عنها أمام الله. نعم. فإذا كان هو بيضرب كيف سيقودها إلى معاني الالتزام والشرع ويحاسبها إلى غير ذلك. نعم. لكن إحنا دايما في باب المشاكل بنحفز الأول على جانب الحلول. شوف مسألة الحل هيجي منين، ولازم تقف وقفة، وهناك مداخل كثيرة. نعم. فما بنقولش تعجل بالانفصال، ولكن خذ أسباب الإصلاح. طيب. وأكيد ده ناتج عن تفريط في الشخص. يعني نقول له لا تصبر ولا تطلق.
وإنما خد موقف. خد موقف. خد موقف يعني عالج الموضوع يعني. أيوة. ما تستحلاش موضوع أنك تنضرب كل يوم. طيب تسأل وتقول لماذا إذا أبت المرأة أو امتنعت المرأة عن الفراش؟ نعم. نعرف أو علمنا أنها تلعن يعني الملائكة بتلعنها، وفي المقابل الملائكة لا تلعن الرجل إذا امتنع عن زوجته أو إذا لم يعني يذهب إلى زوجته في الفراش. نعم. طبعا هنا عاوزين نأصل أصل مهم جدا. أن الأصل في الأحكام الشرعية الثابتة بكتاب الله أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تقابل بالامتثال، والأصل أننا نتعبد إلى الله بالثابت، والحكمة سواء ظهرت أو ما ظهرتش الأرض الأصل نمتثل وأعرف أن الله له الحجة البالغة على خلق. لذلك في كثير من آيات الأحكام نجد كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. عليم بما يصلحكم، حكيم يضع الشيء في موضعه. فالأصل قبل ما نجاوب على الكلام ده يبقى عندنا أصل في ذهننا نية التعبد. أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، ردها بتأصل الأول قبل ما يعني كان ممكن تقول لها مثلا الصلاة دي شيء متكرر لكن الصيام ما هوش متكرر، ممكن تجيب حكم كتيرة لمسألة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كان ممكن تنشئ حكم، لكن حبت تأصل الأصل الأول. قالت لأنه كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. اللي هي أصل فكرة الايه التعبد والامتثال لحكم الشرع. نعم. مع الرضا به ده. نعم. أول شيء. نعم. طيب الشيء الثاني، قد تظهر الحكم. نعم تظهر الحكم الكثيرة. من ضمن هذه الحكم ان قبل ما اذكر الحكمة برضو عايز انبه على جزئية، ان الشرع اوجب على الزوج ان يعف زوجته كما اوجب على المرأة انها تعف زوجها. نعم. هنا في مساواة في أصل الإيه؟ الإيجاب. نعم. لا ولا تضروها كالمعلقة، حرم عليه يسيبها كالمعلقة، حرم عليه أنه يضر بها. فكل نوع الإضرار عندنا أصل عام، لا ضرر ولا ضرار. نعم. لكن في باب احتياج الزوج إلى زوجته في الدراسة النفسية للرجل والمرأة يقول لك أن الرجل لا يصبر على الشهوة مثل المرأة. حتى بعض الدراسات الحديثة بتقول إيه الرجل إذا صارت شهوته فقد نصف عقله. يعني بخلاف المرأة. يعني حتى كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر في هذه الجزئية إذا كانت الشهوات بتكسر أكثر عند النساء من باب الفراغ. نعم. لكن من حيث الرجل بيحتاج أكثر، لذلك شرع له التعدد إلى آخر. نعم. فلذلك قد لا يصبر إذا رأى شيئا، يعني قد تترتب مفسدة كبيرة، مفسدة كبيرة كالزنا فيما يخص الرجل، لكن المرأة قد تصبر يعني بطبيعتها وبحياة نفس المفسدة أبدا. نعم نعم. وهذا لا يعطي مبررا كما تفضلتم وقلتم بالأساس أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم. وأنه عليه أن يعفها، واجب عليه أن يعفها، واجب عليه ويجب عليه أن يعفها. نعم. بارك الله فيك. ما شاء الله عليك وإياكم، ربنا يحفظك. طيب بتقول هل يوجد نص في القرآن الكريم يقول بأن الرجل إذا خرج من البيت لا يخبر زوجته إلى أين ومن معه سيذهب؟ يعني هي عايز تعرف هو رايح فين وماشي مع مين، ده من حقها أصلا ولا مش من حقها الأول؟ تمام. هو الأصل إن هو مش من حقها، هو غير مطالب أن يخبر زوجته بكل تغيرات بكل تحركات، لكن عندنا دايما في حاجة اسمها باب حسن العشرة. من حسن العشرة ومن المشاركة في القيادة بالحب. فالقيادة بالحب تخليه يقول لها هو رايح فين وجاي منين إلى آخر. لكن ليه بقول مش من حقها برضو؟ علشان خاطر أن الرجل له قوامة على البيت وله أمور كثيرة، فلو أخبر بكل صغيرة وبكل كبيرة قد يوقعه ذلك في المشقة، وكذلك قد يحدث أضرارا أخرى. يعني تخيل ده مثلا لو رجل معدد ورايح فين وجاي من، بينسي عنها مشاكل ايه غير صحيح. غير عاديه، غير محموده. مع ايجاب، انا ما بقولش معدد واخفى عن زوجته. نعم. ده لا نجيزه. يعني الاصل لما يعدد يبين، ان من حقها ان تعرف. من حقها ان تعرف، من حقها ان تعرف طبعا. يعني لو اتجوز من غير ما يقول لها هيقع في معاصي كثير. بمعنى في فرق بين جزئيتين. هل هو واجب عليه الاستئذان؟ لا مش واجب الاستئذان، لكن واجب الاخبار، يجب الاخبار لانه عنده قسم والنشوز. هيطبق ازاي القسم والنشوز؟ طب لو اخبر ما ترتب على كده مفاسد. نعم. ممكن يترتب على كده مفاسد لو اخبرها؟ لا، المفاسد المتعلقه بالاخفاء اكثر، لانها
ستؤدي إلى تضييع حق أحد الطرفين أو الوقوع في الكذب المستمر. معاصي مستمر. أليس من حق الزوجة أن يكذب على الزوجة في بعض الأمور؟ إيه، في بعض الأمور تجلب العشرة والمحبة. أليس هذا من ضمن جلب العشرة؟ جلب العشرة لا، في جلب العشرة شيء والحقوق شيء آخر، لأن هنا في باب عندنا في الفقه الإسلامي باب كامل اسمه باب القسم. بمعنى؟ أنه يقسم بين الزوجات. صحيح. فهو لما يكون ما فيش معرفة أكيد هيخل بأحد الطرفين. طيب رايح فين وجاي منين؟ كذب صريح، مش كذب لجلب العشرة، إنما ثانيا هناك حقوق تتترتب على هذا، فيجب على المرأة أن تعرف. سمعنا كده، لو كل واحد متجوز على مراته قال الأولى الموضوع بقى صعب. ما ممكن هو تطلب الطلاق مثلا؟ لا، ما هو الفكرة هو يريد أن يحافظ على كيان البيت. الفكرة برضو أن الإنسان اللي هو ما يستطيعش أنه يأخذ بزمام البيت ويجلب المحبة مع التعدد، هو مش مؤهل للتعدد، مش كل إنسان يصلح للتعدد. ده هو كده الكلام ده هيجب أنه لا. إحنا ما بقولش أن الزواج باطل على أغرب، بس بيقول إيه، هو مطالب بإيه شرعا، يعني بمعنى صح، هو لو مش قادر على التعدد ما يعديش، بس كده، يبقى مش أهل. أيوة، علشان ما يقعش عشان ما يعملش مشاكل، علشان ما يقعش في يعني ايه، لازم يكون قادر على التعدد من ناحيه اداره البيتين، من ناحيه جلب المحبه للبيتين، والا سيقع في مشاكل اخرى كثيره. هي دي من باب المنع للوقوع في يعني في محرمات اخرى، يعني مش في ذاتها يعني. بارك الله فيكم، احسن الله اليكم، ربنا يحفظك يا رب. طيب، لدينا كثير ايضا من التساؤلات الوارده. يقول انا عندي 25 سنه عمره، يعني 25 سنه وسيذهب غدا توفي ان شاء الله لبنت ناس معروفين لأراها النظره الشرعيه، يعني متقدم لخطبتها يعني. تمام. فبيقول وهي متدينه وانا متدين الحمد لله، واريد ان تنصحوني بالاسئله المهمه التي اركز عليها. طيب، دي مش فتوى، دي نصيحه. تمام. اه، هو النصيحه اول شيء ما يهتمش بالاسئله قد ما يهتم بالنظر اليها وباب القبول. تمام، ده اول شيء. لان بعض الناس بتحصل مشاكل كتير، يروح ويتكسف ويهتم بالاسئله ما يهتمش بالنظر، سواء من الرجل او من المراه. انظر اليها فانه احرى ان يؤدم، بينكم. فان في اعين الانصار شيئا، انظر اليها. فالشاهد انه مطالب انه هو ايه، ينظر الى جانب القبول، قبوله الروحي والنفسي الى غير ذلك. ويخلي الاسئله هي مش باب اختبار، ما تخليش الاسئله اختبار، انت مش رايح تختبرها لانك تسائل عليها المفروض، وبتبحث عن ذات الدين الى اخر، انما الاسئله من باب دردشه معرفه. ممكن برضو تستدل بقى على الكلام، تستدل على الكلام، طريقه الكلام، طريقه الردود، الاسلوب، الفكر بطريقه عامه. فانا مش عاوز ان هو يبقى رايح حافظ اسئله ونسي سؤالي، يبقى حاسس ان هو الجلسه فشلت كده، مش هجيب امتياز، هاخد جاي معايا حضرتك. لكن انا عايزه يعني يكون المساله، دايما بنصح ان يكون الجلسه طبيعيه على سجيتك، واهتم ابتداء بجانب النظر وبجانب القبول، ثم اهم شيء، من خلال الكلام مساله التدين، العلاقه بالفضفر بذات الدين. تربت يديك تطمن على دينها من خلال المناقشات. طيب، جميل جدا. انطلاقا ووفقا لقولكم انه من المهم ان ينظر اليها، وان هذا مقدم حتى على الكلام. تمام. هل يفهم من ذلك بان الجلوس يكون بشكل فيه مواجهه، وجها لوجه؟ نعم طبعا. طيب، ان لم يكن غير ذلك، هل له من الحق ان يعني ان يطلب ان يجلس لها مواجها مثلا؟ له من الحق ان يجلس لها مواجها، وان يكرر الجلوس كمان اكثر من مره لكي يطمئن وتطمئن هي. اذا له ولها يعني. اذا دخل عليها وهي جالسه اصلا، هل له من الحق ان يطلب منها يعني ان تمشي مثلا وهكذا، ولا ما يدعوه الى النكاح طالما ان اصل الحشمه موجود عموما؟ لا مشكله في ذلك، لا يوجد اشكاليه ابدا، بحيث انه يطمئن ايضا. بارك الله فيكم، ربنا يحفظك. احسن الله اليك. طيب، ربنا يرضى عنك يا رب. اريد فتوى بخصوص علوم الوعي والطاقه، انا اتابع مع مدربه على النت تتحدث عن الوعي والتنميه البشريه والجذب تحت بند تفائلوا بالخير تجدوه. تمام. وهي عبارة أنك تضع هدفا معينا أمامك وتفكر فيه بطريقة جميلة، وتترك الأمور على الله لو كان خيرا لأتم. طيب، معنا. تمام. هو عموما باب التنمية البشرية عموما، إذا كان في الجملة ما فيش فيه معنى يخالف معاني الشريعة، يعني أنت التنمية البشرية معروف لها أصول قد تخالف الشريعة خارج الدول العربية،
لكن في الدول العربية بيحاولوا ياخدوا منها الأجزاء اللي هي إيه؟ ده أحياناً كمان يبقى يعني الأمر قايم بالقياس كمان على النصوص الدينية و... أيوة نعم. أحياناً فإذا كانت الأمر فيها يقوم على جانب التدريب العام والموافقة العامة لأصول الشريعة فلا حرج طالما ما فيش مخالفة حقيقية، لكن لا يصل الأمر إلى الثقة في الذات إلى درجة أن الذات هي المحركة دون التعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. دي جزئية اللي قد يقع فيها بعض الناس في الأخطاء فيه. نعم. لكن طالما أن في أصول العقيدة والإيمان موجودة مع أنه بياخد من جانب التدريب وهي زي ما واضح من السؤال مجرد أشياء أخلاقية محضة أو تدريب على شيء أخلاقي لا يوجد حرج أبدا. نعم بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم. يقول حكم التعريض أو تعريض النفس للخطر في سبيل العلم كالتجربة التي أجراها عباس بن فرناس، عايز أعرف التجربة ديت وضعها في ميزان الشريعة الإسلامية أو ما شابه هذه التجربة. تمام. إحنا عندنا أصل في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على سطح ليس بمحجور فقد برئت منه الذمة. ليس بمحجور يعني ملوش سور؟ ملوش سور، يعني واحد نايم يعني. عارف انه بيتقلب هو نايم فقام نايم على السطح وهو ليس له سور، فإذا وقع برئت منه الذمة، يعني حرم أجر هذا لأنه هو عرض نفسه للإيه؟ للمخاطر. عرض نفسه للمخاطر. لكن هنا في باب التجارب العلمية هنا الأصل فيها غلبة الظن، لأن غلبة الظن معمول بها شرعا. السلام. فإذا كنت أنا بعمل شيء مع غالب ظن أنا هنجو، غالب ظني هلكة ولا غالب ظني نجاة؟ فإذا كان غالب ظني هلكة يبقى الأصل أن أنا أكرر لا أفعل التجربة بالبدن وإنما أفعلها على أشياء أخرى إلى أن أثق في التجربة أو أطور في هذه التجربة على قدر ما أستطيع يعني. جميل جدا. لكن إذا كان يغلب على الظن النجاة ثم صارت إلى خلاف ذلك فغلبة الظن معمول بها شرعا وليس عليه أي حرج. بارك الله فيك. فواضح من كل أصحاب التجارب يكون غالب على ظنه النجاة. جميلة يا دكتور الفتوى، ربنا يحفظك يا رب. أحسن الله إليكم. كيف أسأل عن استخدام شخص حي نفسه لتجربة علمية يجب تجربتها على الإنسان؟ أعتقد السؤال غير واضح. يعني نريد إرسال السؤال مرة أخرى وتفضلوا يعني قبول الشكر يعني مبدئيا يعني كما يقولون أو مسبقا. يسأل عن بالنسبة للمواصلات العامة، هذا السؤال من إحدى البلدان العربية، ألخصه لحضرتك، هو بيقول أو بيسأل في الآخر عن الأجرة الموحدة، بمعنى واحد مثلا أتوبيس وليكن خط سيره عندنا احنا مثلا من الحصر الرمسيس أجرته مثلا ولتكن 5-6 جنيه. تمام. هو لو راكب فيه من الحصر لحد مثلا دخلت المتميز هيدفع 5 جنيه أو 6 جنيه أين كانت الأجرة الموحدة، ولو راكب فيه من أول الخط لآخر الخط هيدفع نفس الأجرة. تمام. هل في إشكالية شرعية في ذلك؟ لا أبدا. المسلمون عند شروطه. نعم. فلا يوجد حرج طالما أن الأجرة موحدة، ما فيش إشكالية. نعم نعم. طيب يقول في حديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي يعني كنت مطلع الحديث صح أنه مش مضبوط لغوان قدام يعني على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته تبكي وتقول مش واضح وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. نعم. هل هذا حديث؟ نعم هذا أثر ورد. أثر. أثر عن عبد الله. طب هو بيسأل ويقول هل هو رأى الملائكة أم سمعهم فقط، وهل هذا دليل على أن الصحابة يسمعون أو يرون الملائكة؟ لا يشترط أن هذا دليل على أن جميع الصحابة أو ليس هذا بدليل على ذلك، إنما هو لما أغمي عليه رأى ذلك. فالرؤية قد تكون رؤية شبيهة بالرؤية لباب النصيحة، لأن الرؤية قد تكون مبشرات وقد تكون محذرات. نعم. ولا يشترط أن يكون هذا يعني عام في كل من قيل له ذلك أو أغمى عليه. لا يشترط في نعم ذلك. بارك الله فيك. ولعلها تكون من باب التعليم، من باب التعليم العملا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم بتحذير من النائحة، وأن النائحة يعني لها خطر عظيم، وأنها إذا لم تتب تلبس جرب من درع من جرب يوم القيامة عقوبة لها. نعم. فرؤية ذلك لأذفاته عد هذه في باب الكرامة. نعم بارك الله فيكم. آخر سؤال يقول في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل حينما جاءت إليه يهودية بشاة مسمومة فأكل منها. يقول نعم. كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل طعام قدمته يهودية وهو يعلم مكر اليهود؟ أكل طعام اليهودية لأن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
وطعامكم حل لهم. وطعامكم حل لهم. فالأكل مع أهل من طعام أهل الكتاب حلال شرعا، ثانيا من باب التعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتأليف القلوب. فيرجى منه التأليف، يرجى منه الدعوة على حسب قياس المصالح والمفاسد. نعم. فهذا أصل الحل. نعم، بارك الله فيكم. أعتقد في نص واضح يعني. كامل الحب والتقدير لصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ عادل شوشة على هذه الحلقة المهمة جدا ضمن حلقات برنامج فتاوى، وكرر شكري وتقديري لحضرته على سعة صدره وعلى ما أفاض به علينا في هذه الحلقة المهمة. شكرا مولانا. شكرا الله لك حضرتك. بارك الله فيكم. بسم الله كل خير. بارك الله فيك. أيها السادة، باسم وباسمكم أشكر كل السادة الزملاء من فريق العمل. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من حلقات فتاوى، انتظرونا يوميا عند 9 مساء بتوقيت القاهرة العامرة الساهرة، والإعادة في 12 ظهرا في اليوم التالي. فتاوى يعرض معكم يوميا بفضل الله تعالى. لإرسال ما لديكم من تساؤلات يمكنكم إرسالها عبر فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ويوتيوب قناة الرحمة. إلى أن نلتقيكم أرق المنى، هذه تحياتي محمد الشاعر يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.